السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة العلماء. النهاردة هنتعلم مع بعض الطريقة اللي بنعمل بيها بروسيسنج لشيت ال NMR. نشوف شيت ال NMR اللي هو بيجي خام من الجهاز وبيطلع الداتا فيه مش متفسرة، ازاي نفسر الداتا بتاعتنا ونأكد ان هي موافقة او هي بتاعة المركب بتاعي الصح ولا في مشكلة. تمام، هنتعلم مع بعض الطريقة المانوال اللي احنا بنشتغل بيها بإيدينا نعمل كل حاجة، وفي طريقة تانية برضو السيستم جوه البرنامج بيخليه بيعمل لك كل الداتا دي في مرة واحدة. معلش الطريقة المانوال هتاخد معاك وقت شوية ومجهود، بس يعني نتاج الشغل بتاعها أفضل بكتير من شغل اللي هو بتاع السيستم اللي جوه البرنامج. ولكن طبعا السيستم اللي جوه البرنامج فيه ميزة تانية، إن هو السرعة. يعني أنت بتتكلم الحاجات اللي أنت بتعملها مثلا في الشيت في نص ساعة، البرنامج بيعملها في دقيقة أو أقل من دقيقة. أنت بتاخد زرار واحد بتعملها وبترجع بس تشيك عليه إن هو عمل كل حاجة صح. تمام، يلا بينا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشتغل على برنامج اللي هو اسمه جول دلتا، أو بالتبسيط بيسموه برنامج دلتا بتاع الـ NMR. ناس كتير هتقول لي هتجيب البرنامج من فين؟ ما تقلقش، هسيب لك في صندوق الوصف لينكة فيها كل نسخ البرنامج الجديدة واللي بتشتغل على أي جهاز. هسيب لك كل لينكة هتلاقيها فيها وصف كامل لأن النسخة اللي تنفع مع الجهاز بتاعك، يعني أنت هتدخل بس هتنزلها، متقلقش من الحتة دي. ولو لقيت أي مشكلة أو واجهتك أي مشكلة في تنزيل البرنامج، سيب لي في الكومنتات، هبعت لك أنا الأكونت بتاعي على الموقع بتاع الشركة. هو مش سر يعني حربي، ما تقلقش، هديك الداتا وأنت هتنزل البرنامج اللي هيشتغل معاك بإذن الله. يلا بينا نبدأ نشتغل على أول شيت عندنا. تمام، هنبدأ بشيت بروتون إن إم آر. طبعا هو الكربون يعني ما فيهوش داتا كتير، أهم حاجة البروتون. أول ما بتفتح الشيت أو ما بيجي لك كده، تعال نكبر بس دي عشان تبقى شايف كل حاجة. تمام، بيجي لك، طب ما تقفلش الرساله الصغيره دي، هقول لك ليه دلوقتي. بيجي لك شيت بالمنظر ده، بتشوف فوق حاجه اسمها الاف اي دي او الفري اندكشن ديكي، دي الداتا اللي بتطلع ستوك من الجهاز. وبعد كده بتدخل على حاجه اسمها فورير ترانسفورم، نوع من السوفت وير برضو او حاجه عمليه رياضيه يعني، بيحوله للشيت اللي انت عارف شكله. ولكن انت عايز الشيت اللي تحت ده ومش عايز اللي هو اللي فوق ده، فخلاص عايز تشوف يعني عايز تشوف الشيت اللي تحت وتشتغل عليه. فبتضغط على هنا على البيكات دي، دي اللي فيها مين؟ دي اللي هتخلي لك الشيت اللي تحت بس لوحده، هتفتحه في نافذه جديده. لو ضغطنا عليها هيطلع في نافذه تانيه، كبرها كده. ده الشيت بتاعك. الشيت دايما بيكون من سالب 5 ل 15. تمام، احنا اللي بيهمنا المنطقه من 0 ل 12. فكل اللي انت عايز تعمله، عايز تكبر وتاخد الحته من 0 ل 12 الاول، ثانيا عايز تجيب الكيميكال شيفت بتاع كل بيك، الحاجه اللي بعدها عايز تعمل انتجريشن وتعرف كل بيك من دي بتمثل كام بروتون، ولو جوه البيك في بيكات صغيره عشان تجيب الجي كابلنج او تعرفها ملتبلت دبلت تريبلت، الكلام ده كله عايز يعني كمان تجيب البيكات الصغيره اللي جوه. طيب يلا نعرف الادوات اللي في البرنامج. هو شريط الادوات بتاعته سهل، هو الشريط ده اللي انت هتحتاجه في البدايه. ايوه ده بس اللي هتحتاجه، ولو ما اتعلمتش غير الشريط ده بالظبط، هم حوالي 4 ادوات منه كمان مش كلهم، لو اتعلمت دول بس هتطلع شيت ممتاز. هو الموضوع مش قصه. اول حاجه هنتعلمها اللي هي اداه الزوم. اداه الزوم دي بتسمح لي ان انا اكبر واصغر اي حته في البرنامج. لو حددناها اهي وجينا مثلا على اي بيك من دول وحبيت اكبرها، بكبر ازاي؟ باجي انا كده كليك واثبت بقى ايدي وابقى ساحب الحاجه اللي انا عايز اكبرها، اروح زي ما انا واسيب هتكبر. تمام، طيب التكبيره دي عايز ارجع منها مره تانية للشيت الاصلي. الرجوع من التكبير بطريقتين، يا اما في اي حته فاضيه واداه الزوم اهي متحدده، دبل كليك ورا بعض في اي حته فاضيه ترجع، دي طريقة. الطريقة التانية تعالوا كده برضو نعمل زوم تاني اهو، نسيب كبرت، هاجي من على الكيبورد واجي ضاغط هوم، هيرجعني مرة تانية للأصل. طيب لو انت عامل اي داتا او عامل اي شغل، هل انا لو ضغطت هوم هيرجعني للأصل خالص؟ لا ما تخافش، مش هيمسح الداتا بتاعتك. تمام، يبقى ناخد التكبيرة من صفر لحد بعد ال 12 بشوية عشان اوضح الصفر وال 12 في بداية ونهاية الشيت. طب تمام، طيب يبقى كده اتعرفنا على اداة اللي هي بتاعت الزوم. الحاجة التانية الايد دي ايه شغلتها؟ الايد دي لو انت حددتها وضغطت على الشيت وسحبت كده او كده، بيروح معاك الشيت مطرح ما انت عايز، يعني تروح تطلع لفوق تنزل لتحت يمين او شمال وانت عامل هولد وانت معلق ايدك على الكليك كده. تمام، طيب لكن لو انت شلت ايدك كده مش هيروح معاك، هتبقى تتحرك. يعني انت لو جيت هنا بس كده اهو، لو عايز تعمل اي حاجة بتضغط وتسحب تسيب اهو، نرجعه تاني لوضعه الاصلي. دي كده اللي هي الايد دي. طيب اللي بعدها الاداه دي بتحس ان هي عامله زي الهرم الصغير وفوق منها علامتين كده، دي وظيفتها انها بتعلي البيكات وبتنزلهم. تمام، بتعلي الانتنستي وبتقللها بتاعت البيكات. طب بتعملها زي برضو زي علامه الايد كده، بتيجي بص بترفع وبتنزل. تمام، لاحظ الفرق بين الاداه دي والايد. بص دي بتعمل ايه؟ مثبته البيز لاين، البيز لاين اللي تحت ده الخط
الافقي اللي تحت ده ما حركتوش، هي بتحرك ارتفاعات البيك بس، تمام. لكن بص الايد اهي، لو سحبنا لفوق بص بص البيز لاين بيطلع معاك، تمام. انا البيز لاين دايما بخليه تحت هنا، تمام، والبيكات بخليها مثلا كده. طيب لعبت في البيكات ما عادش عارف اظبطهم، تمام. افضل طريقه تظبط بيها ارتفاعات البيكات بتيجي من على الكيبورد، من الكيبورد ما بتجيش ناحيه حاجه، وتيجي ضغط اند، عمل ايه؟ خلى اعلى بيك هي واصله لنهايه الصفحه اللي انت شغال عليها، تمام. ده برضو من الاختصارات المهمه قوي اللي بتتعلمها في البرنامج. يبقى عندنا الزوم وعندنا الايد وعندنا دي العلامه دي اللي بترفع البيكات بتاعتي. طيب الحاجه اللي بعدها عايزين نجيب بقى، خلينا نبدا نشتغل على الشيت ونتعرف احنا كل اداه بنستخدمها في ايه. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نجيب الكيميكال شيفت، عايزين نحدد البيك دي عند كام بالظبط. طيب الجهاز دقيق لدرجه قد ايه؟ دقيق لدرجه ان هو بيجيب لي اجزاء من الالف، يعني هيجيب لك 9 وبوينت بعد العلامه، هيجيب 3 ارقام، بيجيب 3 ديجيت تحت العلامه. طيب يلا نشوف احنا عايزين نحدد بقى مكان البيك، بنحدده ازاي؟ بنحدده من الاداه اللي هي بعدهم، دي رابع اداه هنتعلمها النهارده، اللي هي اسمها البيك بيك، او هي علامه شبه الدايموند، شبه الماسه الصغيره كده وجواها نقطه، دي مطرح ما بتحطها كده وتضغط بتجيب لك الرقم بالظبط للمكان ده. طيب اهو لو جينا هنا برضو على البيك دي ودي، اي بيك هتضغط عليها هتلاقيه بيديها ارقام، هنجيب دول برضو في الاخر هنحذفهم عشان اقول لكم ليه دول، تمام اهو. طيب واحد يقول لي هو كل بيك لو ضغطت فيها مرتين ثلاثه هيظهر لي ارقام؟ اقول لك لا. طيب عشان تتاكد الكلام ده مظبوط ولا غلط ايه، او انا مثلا البيك دي ممكن يكون فيها اكتر من حاجه، ممكن ربما تكون البيك دي فيها رقمين مثلا، تمام اهو دي ظهرت فيها رقمين، دي مش عارف اجيب الرقمين بتوعها. طيب الحل الوحيد زي ما قلت لك، الاداه السحريه بالنسبه للبرنامج ده هو الزوم، كبر وشوف انت عامل ايه. طيب البيك بيك اللي هي بتحدد مكان الكيميكال شيفت، البرنامج اوتوماتيك بيختار الماكسيمم، يعني انت لو ضغطت في اعلى حته هيختارها، طيب لو ضغطت في حته ثانيه برضه هيحدد الماكسيمم، يعني انت لو جيت هنا هو معتبرها بص يعني دي مديها برضه ايه الانبعاجه دي، مديها ان هي بيك لوحدها، بس طبعا هي دي مش بيك يعني، تمام. لو جيت هنا فهو غالبا بيختار الماكسيمم، يعني في البيك الاساسيه بيختار اعلى حته. طيب عايزين واحنا عاملين زوم كده عايزين نتحرك من هنا للبيك الثانيه، ممكن تسحب كده اهو هتروح مسافه كبيره، او ممكن ترجع بالزوم الاول 2 زوم في المكان الفاضي وتعمل زوم برضو على المنطقه اللي انت عايزها اهو. طيب هنا هنختار اعتقد ان احنا جايبين الاثنين فخلاص. طيب عملت مثلا واحده منهم وعايز اشيلها، تمام مفيش اي مشكله، وهي متعلمه بالازرق كده، هي كده متحدده، بتعمل ديليت فبترجع، تمام مفيش مشكله. طب واحده اتكتبت وانا مش عايزها برضو من دول، سهله جدا، باجي عليها مره تانية واضغط هتبقى لونها ازرق، اعمل لها ديليت تتشال، بس انا عايز الاثنين دول عشان كل بيكه من دول بتمثل دبلتس، تمام. طيب الصغيرين دول بيمثلوا نويز، ما تقلقش نفسك ولا تزعل منهم، ما فيهمش اي مشكله، مقبول جدا ان يبقى في الان ام ار شويه نويز وشويه بيكات صغيره كده، ما فيش اي مشكله، تمام. اعتقد دول ما فيهمش كلام ياما، تمام. ادي البيكه الى حد ما دي واضحه ماشي، حتى لو اخترت في اي مكان تاني هو جايبها لي ان هي ايه، ان هي بيك واحده. ممكن يبقى في مشكله في البيك دي بس، يعني احنا لو جينا هنا او هنا، ودي مشكله البيكات البرود، ممكن تظهر يبقى فيها اكتر من مكان، تمام. فالبيكه دي الحل الوحيد ان احنا نكبرها اهو، حتى لو كبرنا تاني عملنا تكبيره تانيه زوم ما ظبطتش معايا، مش شايف قمه البيك بالظبط فين. طيب اللي يجيب لك قمه البيك بقى برضو مع الزوم، الزوم لما بتعمل زوم جامد على البيك في ساعات بتعمل يعني البيك اصلا برود وانت عملت عليها زوم اكبر فاتفردت قوي بقت مش واضحه، عشان تخلي البيك دي توصل لنهايه الصفحه بتاعتك وتبان معاك مظبوط بتعمل ايه؟ برضو زي ما قلت لك بتضغط على اند اهو. انا مظبط لك البرنامج انه اي اختصار هعمله على الكيبورد هيظهر عندك في الفيديو، تمام. طيب تعالى بقى كده وشوف فين نص البيك بالظبط، اهي ده نص البيك، امال دي؟ لا دي مش مظبوطه، خلاص هنشيلها، تمام. دي برود سنجلت، يعني دي بيكه صحيح سنجلت ولكن واخده رينج كبير شويه، مفيش مشكله لو ضغطنا كده بالزوم في اي حته فاضيه يرجع بينا مره ثانيه. الاثنين دول البيكه اللي هي عند، احفظهم بقى عشان تريح نفسك من المشاكل، البيكه دي اللي عند في حدود ال 3.35، ايوه 3.35 من 100، دي البيك بتاعت الدمسو، دي بتاعت السولفنت اللي هو الدايميثايل سلفوكسيد. الدايميثايل سلفوكسيد ده عباره عن سولفنت اورجانيك سولفنت بندوب فيه العينات في الان ام ار، تمام. الدمسو دائما بيظهر له بيك في حدود ال 3.35
ازيد او اقل على حسب يعني، بس ما بتتغيرش جامد يعني، بتلاقيها في حدود 3 35 3 34 زي ما هو ظاهر هنا، مفيش مشكله. بس انت مش محتاج تبينها لان هو كله عارف ان دي سولفنت، واي سولفنت واي مركب اورجانيك دايما بيبقى فيه ميه، شئت ما بيت هتلاقي دايما الميه في حدود 2 و4 ل 2 و5 تمام. الميه بيتغير مكانها على حسب السولفنت، فعليك انك تبقى عارف نوعيه السولفنت الميه بتظهر فيه فين. في الدمسو بتظهر في حدود ال2 ونص، اقل من 2 ونص، من 2 و4 ل 2 و5 في الرينج ده. دي الميه برضو مش هتبينها لان دي مش جزء من مركبك، يا ريت الحته دي تبقى واضحه. طيب يبقى بالنسبه لي البيكه دي ده دمسو، غالبا تبقى اكبر بيك غالبا، ودي الميه مش هنعملهم. طيب بعد كده، لا دول تبعنا، دول تبعنا، حلو قوي، دول يعني ما فيهمش مشاكل ياما، اللهم الا البيك دي ممكن يبقى فيها بيكه تانية صغيره هنحددها برضو بالدايموند اهي. لو عرفت اجيب اي حاجه هنا، هو مش راضي يقبل اي بيكه من دول اهو، بص يعني لو ضغطنا هنا هو بيعتبر ان هو مختار الماكسيمم، فهو مش محتاج تروح لهم برضو. بدل ما اعمل زوم اوت هرجع تاني ايه، هروح بالايد تمام. لا دي فيها بقى ايه يعني عدد كبير من البيكات الصغيره مش واضحين صحيح، بس يعني بيتحددوا عادي مفيش مشكله تمام. جبنا منهم 3 تقريبا ماشي، هو البرنامج ما عادش عادي بل اي حاجه تانية، هما الثلاثه دول حلوين برضو مفيش مشكله ان هي كده ولا كده مالتبلت تمام. طيب البيكه الصغيره دي ما اعتقدش ان فيها كلام ياما، برضو هي بس انا جايب الماكسيمم اللي فيها اللي في النص، فخلاص كده بالنسبه لنا احنا. عشان نرجع اهو، دي رجعنا كده للزوم اوت خالص، عملنا ايه كده دلوقتي، جبنا الكيميكال شيفت، حددنا الكيميكال شيفت بتاع كل بيك تمام. العمليه شويه بتاخد وقت، يبقى الكيميكال شيفت ده اول حاجه عملناه ايه مانوال. طيب هل في طريقه اجيب بيها الكيميكال شيفت بضغطه زرار واحد بدون مشاكل؟ ايوه فيه، بس خليها للاخر معلش عشان ما توهكش تمام. طيب البرنامج ده فيه عيب وحيد، ان انت النسخه اللي بتنزلها بتنزل نسخه فري ترايل معاك تخلص فيها شغلك في ربع ساعه. طيب لو ما خلصتش هيقفل البرنامج ويرجعك للبدايه الاصليه خالص، الا اذا في برضه طريقه تانيه، مش كل مره انا ممكن تكون ايدي مش خفيفه بما يكفي ان انا اخلص شيت في ربع ساعه، وده عادي ما تزعلش من نفسك في الاول، بعد كده هتلاقي نفسك بتخلص الشيت في دقيقتين باذن الله، يعني في اخر الفيديو ده خليك تخلص الشيت في اقل من دقيقه كمان. فبص انت عشان تريح نفسك من المشاكل ومشكله الوقت، وانت خايف الوقت يعدي ولا الوقت يسرقني مثلا وانا ما خلصتش، هتيجي على الزرار ده، ده سيف، لو عملت له سيف هتلاقيه سيف نسخه تانية بالداتا دي كلها، ويبقى تشتغل عليها بعد كده هيبقى فيها كل الداتا دي ما اتمسحتش. طيب اكد لك الكلام ده ازاي، تعالوا نقفل، بس اقول لك على حاجه، تعال اوريك حاجه تانية بقى. وانت بتقفل من بدري قلت لك الرساله دي اوعى تقفلها، لان انت لو قفلت الرساله دي مش لازم تقفل البرنامج، هيقفلها، هيقفل البرنامج ككل تمام. هو قفل لي كده كل الداتا. طيب تعالى مره تانية بقى نشوف، بص كان في شيتين بس، دلوقتي فتح لي كمان شيت جديد وضاف له رقم واحد، يبقى بروتون شيت رقم واحد، لو ضغطنا عليه فتح معايا الشيت مباشره، الشيت فتح معايا مباشره المره دي تمام. ما تقفلش الرساله دي زي ما قلت لك، خليها نزلها اعملها ريستور داون تمام. طيب ايه اللي بيحصل، اللي بيحصل هنا انه جاب لي الداتا اللي انا كنت عاملها لان انا كنت مسيف البرنامج المره اللي فاتت. طيب ايه اللي فاضل لي دلوقتي، اللي فاضل لي دلوقتي ان انا اعمل الانتجريشن، عايز اعرف كل بيك من دول، كل كيميكال شيفت من دول بيمثل كام بروتون، يعني كل واحده من دول او كل بيكه من دول بتمثل كام بروتون عشان ابدا افسر المركب بتاعي تمام. طيب واحد دلوقتي يقول لي انا هختار الانتجريشن من فين، لو بصيت هتشوف 3 انتجريشن، 1 2 3، انا بقول لك اوعى تيجي ناحيه دول دلوقتي، انت لسه بتبدا في البرنامج، فانت نهايتك كلها الانتجريشن اللي لونه رمادي ده. طيب الانتجريشن بعمله ازاي، بتحدد علامه الانتجريشن خلاص، انت الحاجه اللي بتحددها بتبدا تشتغل فيها عادي. طيب ايه اللي انا عايز اعمله، الانتجريشن بتبدا البيك من جنبها الشمال وتسحب لحد نهايتها. طيب واحد يقول لي هو انا ابدا بالترتيب، مفيش مشكله انت لو عايز تبدا حتى باللي في النص دول اهو، تبدا برضو من جنب البيك الشمال وتسحب من البدايه للنهايه اهو، نشتغل بشكل عشوائي عشان بس محدش يقول لي بيشتغل ان هو بشكل سيستماتيك او حاجه، لا مفيش مشكله تمام. بتبدا من فين، بتبدا من المكان اللي انت شايف فيه البيك وصلت الصفر، وصلت البيز لاين، وتسحب تروح للاخر، بتبدا من هنا للنهايه مفيش اي مشكله خالص، يعني الجزئيه دي مش صعبه. طيب ايه العيوب اللي ممكن تحصل او ايه المشاكل اللي انا بعملها في الانتجريشن؟ طيب العيوب اولا ان ايدي تبقى لسه ما اتعودتش على البرنامج تمام، او ان هو ايدي تتهز وانا بشتغل ماشي، يعني مثلا جيت على دول فرضيا انا هاخد لهم انتجريشن، انا مش لازمني فيهم الانتجريشن على قد ما لازمني اوريك العيوب اللي بتظهر. طيب
في دي مثلا هنعمل لها ديليت. طب انا محدد انتجريشن، عملت ديليت هترجع. طيب لو انا عملت انتجريشن واي دي مش مظبوطه، بص تمام، او اهو بص عملت مني ايه، نزلت مني لتحت وراحت، طب هتعمل ايه وهي متحدده كده؟ اعمل لها ديليت، فكده ارتحت منها. طيب بي كمان دول مش عجباني، دي مثلا انا عايز احذفها، احذفها. طيب ايه اللي بيفرق الانتجريشن الكويس عن الانتجريشن الوحش؟ بص اللي بيفرق او بيميز الانتجريشن او اللي عامل الانتجريشن صح بيميزه حاجه واحده، بص هنا بتبقى البدايه والنهايه بتاعه الانتجريشن، علامه الانتجريشن من فوق ومن هنا ومن هنا، بدايه فلات والنهايه فلات مستوي. طيب واحد يقول لي انا مش عارف اظبطها، انا مثلا البيك بترفع مني فبتنزل كده او بتبقى مش ظابطه مني، وانا في الزوم الكبير ده خلاص اعمل عليها زوم ان، ادخل عليها بزوم جامد اهو، هات البيك بتاعتك لوحدها، وعشان كمان توضحها اكتر واكتر اضغط اند، خليت البيك بتاعتك كبيره كده واضحه لك يعني زي الشمس، اشتغل فيها براحتك خالص اهو. عايز تصغرها شويه، انت واخد انتجريشن لحته فاضيه ملهاش لازمه بالنسبه لك اهو، دي نهايه البيك اهي، واهو برضو تلمها شويه من هنا وكده تمام جدا. طيب واحد يقول لي لا انا ممكن الانتجريشن لو ما ظبطش مني بعرفه ازاي؟ بعرف الانتجريشن ازاي ان هو باظ مني. الانتجريشن بتعرفه باظ منك لو انت مثلا رافع النهايه، بص بص وقع منك ازاي من فوق، فكده اللي بيشوفه لو انت ضغطت حتى بره كده، اي حد هيشوف الانتجريشن يقول لك الانتجريشن ده مش مظبوط، الانتجريشن ده مرفوع من النهايه بتاعته، خلاص هتنزل لتحت تسحبه لتحت من المربع اللي هو في الجنب ده، تسحب لتحت هيتظبط خالص، يبقى كده الانتجريشن بقى مظبوط عندي. طيب البدايه ايه اللي ممكن يحصل فيها؟ البدايه لو رفعت منك بص بتسقط، اللي هي بدايه الانتجريشن بتسقط لتحت، فبتبقى ايه لو البدايه او النهايه رفعت، فبتلاقي البدايه والنهايه صعدوا منك لتحت. طيب انا اهم حاجه تكون البدايه فلات والنهايه فلات، الدنيا كده تمام جدا. طيب انا محدد علامه الانتجريشن، لو ضغطت عليها بقت كده معموله تمام، نعمل لها ديليت مره ثانيه ونعملها مره اخيره بقى عشان ايه، اهو بتجيب علامه الانتجريشن غالبا، يعني انت بتجيب ايه العلامه، بص في نص علامه الانتجريشن هتشوف خط صغير كده، خليه هو على البيز لاين عند بدايه البيك، واسحب وروح كده لحد نهايه البيك اللي انت شايفها كده، هتطلع معاك بيرفكت. طيب اضغط في اي حته فاضيه خلاص بقى الانتجريشن بتاعها مظبوط، اعمل بقى زوم اوت اهو زي ما قلنا، دول اتعملوا اعتقد ان هم مظبوطين، عايزين برضو نقرب عليهم شويه مفيش اي مشكله تمام. يعني لو جبنا علامه الانتجريشن وتعالى عليها واضغط، يعني الى حد ما مش وحشه تمام اهو، احنا ممكن برضو نسحب نصغر دي شويه ونصغر دي شويه مش قصه تمام، ودي كمان برضو واخده رينج كبير شويه، احنا ممكن نصغرها تمام، تصغر سنة لحد النهاية بتاعتها، أعتقد البيك كده معقولة يعني شكلها حلو، والبداية فلات والنهاية فلات ممتازة جدا مفيش أي مشكلة، نضغط في أي حتة فاضية فكده برنامج ممتاز، برنامج أكتر من رائع. طيب تعالوا كده ثانية أو ناخد الزوم ده على بعضه هما الاتنين. مفيش قاعدة ذهبية لبداية أو أنهي بيك بنعتبرها بيك لوحدها وأنهي بيك ما بنعتبرهمش لوحدهم، بمعنى ان انت فين البيك وفين نهايتها، يعني دي بيك لوحدها واضحه ودي بيك لوحدها واضحه، ليه؟ لان الانتنستي بتاعت البيك وصلت هنا للبيز لاين تمام، لكن هنا بتحس ان هو الانتنستي ما بينهم، او بص حتى البيكات دول، يعني انت لو بصيت للاثنين دول سيبك من الباقيين اهو، بتشوف الانتنستي ما وصلتش للبيز لاين، البيز لاين اللي هو اللون الرمادي ده هي ما وصلتلوش، فبنعتبرهم بيك واحده. طيب دول والله انت عايز تعتبرهم بيك واحده براحتك، عايز تفصلهم براحتك، يعني انا في الاول كده هعملهم كانهم هما الاثنين بيك واحده اهو، من بدايتهم من هنا كده واسحب لحد النهايه، البيكات دي برود بيك، والبيكات دي هنفهم ليه هي واخده المنظر ده وليه البيكات دي اصلا غريبه جدا، لازم تبقى واخد بالك وتعرفهم. البيكات اللي بتبقى برود بيكات ال ان ام ار بتبقى دايما شارب بيك، لكن لما بتبقى واخده برود رينج بتميز لك او بتقول لك ان هي فيها حاجه او فيها مثلا هيدروجين بوندنج او ناتجه من حاجه، فانت لازم تبقى برضو فاميليار شويه بالتاثير اللي هو مسببها. طيب الاخيرين دول اخر حاجتين هم اللي هم الاخر خالص، انا عايز اعمل لهم اشتغل بيهم ثانيه كده، انا عملت لهم زوم مش مظبوط، ناخده كده، ادي دول الثلاث بيكات. طيب انا عايز اكبر البيكات بقى عشان اشوفهم بعيني وانا مرتاح كده، باجي ضاغط اند كبر البيكات خالص، هعتبر الاثنين دول بيك واحده ودي هعتبرها بيك لوحدها تمام. يعني انا لما هاجي احدد الانتجريشن هبدا من هنا واسحب تمام، مفيش مشكلة على فكرة، الانتجريشن يبوظ منك عادي جدا تعمل له ديليت وترجع من تاني، انت مفيش حاجة وراك. ثانيا هو يعني انت مش داخل في سباق، أهم حاجة شغلك يطلع مظبوط. طيب نهاية البيك فين؟ هنا بقى
هتيجي في النص ما بينهم، ماشي؟ هتيجي ساحب دي برضو من النص لحد النهاية مثلا هنا، يعني إلى حد ما البيك دي مش مفيهاش مشكلة، البداية فلات والنهاية فلات، في كلهم بداية فلات ونهاية فلات، البيك أكتر من رائعة وممتازة جدا، مفيش أي مشكلة. كل اللي أنت عايز تعمله دلوقتي زوم أوت، تمام، وأنت فرحان بقى وبتجري، اللي هو إيه الشيت خلص، تمام. لو الشيت خلص كده كان أنت المفروض تحصل على أرقام منطقية، أرقام ريزنبل شوية، إن أنا المفروض دول مثلا يمثلوا 3 بروتون، دول 7، 7 8، دول 32. واحد يقول لي لا 32 مين و7 مين، ده مركبي كله مثلا ما فيهوش 10 بروتون او 20 بروتون، ازاي يوصل الرقم ده كله؟ يبقى كده انت لازم تقف مع نفسك واقفه، ايه الارقام دي؟ البرنامج ما يعرفش عدد البروتون اللي في مركب اللي في المركب بتاعك، فلازم انت تقول للبرنامج عدد البيكس او عدد البروتون اللي عندك. طيب اقول له ازاي؟ يعني ازاي اكلم البرنامج وازاي اقول له عدد البروتون اللي عندي؟ بيقول لي اختار اي بيك انت عارفها، وغالبا بنختار اصغر بيك، بنختار اصغر بيك على اساس ايه؟ انه مفيش اقل عدد من البروتون اللي ينفع يدي بيك يكون هيدروجينه واحده، فاختار اصغر واحده، يختار دي او دي، مفيش اي مشكله فيهم. فلنقل هنختار دي مثلا اهي. طيب دي هنعمل لها ايه؟ هنحدد علامه الانتجريشن، ده هو كاتبها 348، لا هنحدد علامه الانتجريشن، بقيت كده انا شغال فيها. وانت محدد علامه الانتجريشن هتنزل لتحت في حاجه هنا في الجنب خالص مكتوب يو ان ام ار كوانتيتيف ان ام ار، هتعمل ايه؟ هتكتب واحد، دايما هتلاقي الواحد مكتوب، بس هتضغط انتر فخلاص هو عملها بواحد. اعمل زوم اوت كده وشوف هو عمل ايه في الشيت، عمل دي بواحد اللي انت عاملها بايدك، فدول بقوا باتنين، اتنين دول باتنين 48، دول بتسعه وشويه، ودي تقريبا ب 94% تعتبر واحد. الى حد ما العدد مظبوط. عد طيب عدد البروتون بتوعك وشوف العدد مظبوط ولا لا. طيب العدد مظبوط ازاي؟ اجمع العدد الكلي، هل يوافق عدد البروتون اللي عندك في المركب ولا لا؟ لو كان هو العدد يبقى خير من عند ربنا. طيب لو العدد مش مظبوط، طيب العدد مش مظبوط ازاي؟ برضه لازم تقف تقول لي العدد مش مظبوط ازاي. العدد مش مظبوط للدبل، بمعنى ان انا مثلا فرضيا حسبت دول لقيتهم 18 وانا العدد اللي عندي مثلا 36، لا هنا يبقى انت هتفرض وتغير الفرضيه، تخلي دي ب2، فدي ب2 تبقى ب4، يبقى انت هتضاعف العدد اللي هو ايه البروتون اللي في كل واحد. لا العدد مش مظبوط ان هو مثلا 18 بس انا اللي طالع لي 16، او 18 بس اللي طالعين عندي 19. الغلطات اللي هي بارقام بواحد او باتنين في عدد البروتون خصوصا المركبات الكبيره بتبقى بعدم ظبط ايدك وانت بتعمل الانتجريشن، تمام؟ يعني مثلا ايه 2.48 او ايه 9.42 كده، يبقى انت واخد حته زياده في البيك، فدي اللي مش ظابطه الدنيا معاك شويه. طيب ايه القصه وايه اللي هنعمله؟ هنيجي بس كل اللي احنا هنعمله هنيجي مره ثانيه هنا. انا المفروض العدد مظبوط عندي، كل اللي انا عايز اعمله اهو ان انا دي بدل ما بعملها بواحد صحيح، ايوه هتيجي ساحب البيك شويه مصغرها طبعا مبدئيا عشان البيك تلمها على مساحتها الصح، لان هو بيقارن مساحات البيكس ببعضها، تمام. ثانيا البيك دي تعملها، ايوه اسمع الكلام بقى، هتعملها بكام؟ هتعملها ب 98 من 100، او اعملها مثلا ب 95، تمام، مفيش مشكله. عايز تعملها بواحد صحيح مفيش مشكله، اهو لو رجعنا اهو بعد ما انت لميت جنبها اعملها بواحد صحيح وشوف ايه اللي هيحصل. كل ما بتغير في البيك هتلاقي الارقام التانية بتتغير، يعني 2.7 2.7 2.54 97 دي 9.62، فكده العدد مظبوط اللهم الا المشكله هنا وهنا. طيب بما ان دول 2.7 من 100 بيقبلوا، يعني لحد مثلا 2.2 من 10 يبقى هم 2 بروتون ما فيهمش كلام، تمام. لو فوق النص طبعا دي بتتقرب يبقوا 3 بروتون. طيب ايه المشكلة هنا؟ دول عبارة عن بروتون بتاع NH2، دول اتنين بروتون بتوع NH2، ودول ده بتاع OH، وهما الاتنين دول اللي هما الالكوهوليك والامين بيبقى اكستشينجبل بروتون، فعمرهم ما هيظهروا في ال NMR بعدد صحيح، دايما هتلاقي عددهم اقل، لانه هو بيقضي جزء من الوقت ماسك في النيتروجين او ماسك في الاكسجين ده البروتون، وجزء من الوقت بيقضيه فري في السوليوشن بيحصل له اكستشينج، فده الجهاز بيقيس بس الوقت اللي هو ماسك في النيتروجين، فده اللي بيخلي العدد قليل. دول يعتبروا 3 ومقبولين ما فيهمش مشكله. طيب ايه بقى اللي هنا؟ اللي هنا بس هم عشان البيك دي كبيره جدا وانت ساحب لنص البلد، يعني انت واصل لحد، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت واخد شيء بص من الاول للاخر، بتصغر بس شويه البيك، انت ممكن تكون واخد حته زياده مش تبعها، تمام، وتاخد برضو حته النويز دي مش تبعنا الصغيره دي، فكده الشيت الى حد ما
اتظبط. طيب دول كام؟ دول بتسعة بروتون، تمام؟ لو انت مش متأكد منهم اعملهم بتسعة، انت بإيدك اعملهم بتسعة وشوف ايه اللي هيعمله في البيكات التانية. البيكات على العموم منطقة الالفاتك بتبقى اضمن بيكات انك انت تظبط عليها العدد. طيب دي بكام؟ ب 92 من 100، تعتبر بواحد برضو، مفيش مشكلة انت لو سحبتها وخدت برضو دي الى حد ما شوية برود، فليها برضو جزء تاني في البيكة اللي هنا. لا هي دي يعتبر بواحد اهي، ظبطت لما عملناها، فكده تمام. كل اللي انا عايز اعمله هعمل زوم اوت مرة تانية، اهو 1.98. مش قلت لك انا دي اعملها 95 من بدري؟ تمام، لان هي دي ما بتبقاش بواحد صحيح، لان دي برضو امايد، تمام. فدايما بيبقى لها اكسشينجبل برضو هي كمان، فبتكون دايما مش ثابته، تمام. دول برضو 3 بروتون. طيب دول ايه المشكله بتاعتهم؟ دول برضو 2 و2 ولا فيهم اي مشكله، 1.98 يعني يعتبر 2، مش يعني مش موضوع كبير. كده انت فسرت الشيت بالكامل، مفيش اي مشكله. طيب ايه المطلوب مني؟ برضو ما تنساش اللي قلت لك عليه، اوعى تنسى انك تسيف في كل مره. خلاص يبقى انت عملت الكيميكال شيفت وعملت الانتجريشن، مش عايز اعلي في حاجه، اعمل له تسييفه تانية. طيب واحد يقول لي هو انا لما بسيف ايه اللي بيحصل؟ لما بتسيف البرنامج ما بيسيفش على نسخه واحده، بيسيب لك دي ويعمل لك نسخه تانية فيها الداتا دي كلها، ويسيب نسخه اللي هي الاصليه ما يغيرش فيها. يعني هو انت ما تخافش، النسخه الاصليه اللي جايه من الجهاز لسه سايبها زي ما هي على الابيض، ولكن دي كل حاجه عدلتها يحفظها في نسخه تانية. طيب تعالوا نقفل، ادينا قفلنا البرنامج. تعالوا بس نتاكد ان احنا قفلناه نهائي عشان يبدا يعد لي بال 15 دقيقه من جديد، تمام. عمل ايه؟ ادي ده اول شيت، ده الشيت الثاني اللي حفظناه في اول مره، ده الشيت اللي هو ايه الثالث، نفتحه مره ثانيه برده هيفتح ويجيب لنا كل الداتا من جديد. طيب الشيت كده اتظبط، الشيت مظبوط جدا، الشيت اكتر من رائع. قلت لك برده اعملها ريستور داون. شيت ممتاز جدا، 10 على 10، انا مش شايف فيه اي مشاكل، شيت كل حاجه فيه بيرفكت. كل اللي انت مطلوب منك ازاي تحفظ الشيت ده او تاخد منه زي صوره او سكرينه. طبعا اوعى تعمل سكرينه، يعني مش هعمل لك سكرين شوت من البرنامج، لا، البرنامج بيتيح لك انك انت تاخد منه الصوره دي بكواليتي عاليه جدا للوورد. طيب قبل ما تاخد الصوره دي وتاخدها لازم تروح للوورد وتفتح حاجه اسمها كليب بورد، تمام. طيب تعالوا كده نيجي في حته فاضيه الاول. ايه الكليب بورد؟ الكليب بورد دي اهي قايمه بتنزل في الوورد من هنا من الجنب خالص، بتفتح الكليب بورد من هنا اهي، دي لو فتحناها او قفلناها اهي كده تشتغل معاك. طيب بتدخل برضو على البيبر وتخلي اللاي اوت بتاعتك اللي هي تقريبا تخطيط الصفحه بالعربي، تمام، اللي هي بتخليها لاندسكيب عشان تاخد اللي هو الرينج العريض شويه، ما تاخدش الصفحه تبقى صغيره. طيب فتحت انا اللي هو خليت الاورينتيشن يبقى لاندسكيب، وخليت كمان فتحت اللي هي الكليب بورد. كل اللي انت عايز تعمله بتروح للبرنامج، تمام، وتعمل ايه؟ وتيجي داخل على قائمه فايل، ومن فايل هتنزل تحت برنت تو كليب بورد، خد لي نسخه للكليب بورد. جاب لك بقى ايه؟ بيقول لك شوف السيت اب للبيج اللي انت هتاخدها، الصوره اللي انت عايز تاخدها دي ايه اللي هي المواصفات بتاعتها، لاندسكيب، ايوه انا عايز هي تبقى لاندسكيب، تمام. طيب وهنا هتختار من القائمه دي A4، هتختار اللي هو حجم الاي 4 اللي هو كانه حجم اربع صفحات، بحيث ان انت لو طبعت على اي حجم مهما كبرت الصوره عمرها ما هتبكسل معاك، الصوره هتطلع اكتر من رائعه، تمام كده. اعمل له اوكي، خلاص قال لي ان هو في واحده راحت في الكليب بورد. طيب تعالى هنا كده، جينا في صفحه فاضيه لوحدنا، لقينا في الكليب بورد نزلت حاجه جديده اهي صوره، لو جيت عليها وضغطت هتلاقي ان الصوره جت لي هنا، اهو الشيت ال ان ام ار محفوظ كده خلاص. حتى لو قفل البرنامج ما قفلش، ما عادش يشغلني لان انا الداتا بتاعتي كلها سيفتها هنا. طيب واحد يقول لي انا ممكن اكبر الصوره كده، اسحبها براحتك مفيش مشكله، بس البرنامج بياخد وقت، الكمبيوتر بياخد وقت، لان الصوره دي كبيره جدا، حجمها كبير جدا، ومهما كبرت مش هتبكسل منك. طيب من الحاجات اللي بفضل اعملها انا ان انا باخد اللي هو البيكتشر فورمات، باجي مخليها بلاك اند وايت، تمام، فكده بقت الصوره ابيض واسود شكلها معقول. واحد يقول لي طيب انا لما بطبع الصور بالمنظر ده، تمام، دي المشكلات اللي بتقابلنا، تمام، الحجم او الارقام اللي مكتوبه دي، الارقام اللي هي على المسطره او المكتوبه تحت هنا كمان، او الارقام اللي جنب الانتجريشن ما تبقاش ظاهره كويس، تمام، دي شكوى متكرره من الطلبه ومتكرره من ناس كتير. طيب الحته دي سهله خلاص، يعني الصوره دي مش عجباني، الصوره دي حلوه بس انا عايز اكبر الارقام اللي فيها، خلاص هندلتها، تمام، وندلتها كمان من الكليب بورد خلاص، ونرجع مره ثانيه لبرنامج الدلتا، تمام. طيب انا عايز اكبر ايه؟ عايز اكبر الارقام اللي جنب الانتجريشن، واكبر الارقام اللي على المسطره، واكبر الارقام اللي انا مختارها اللي هي بتاعت الكيميكال شيفت. اكبرهم من فين؟ تعالى للبرنامج، هتنزل تحت اي برنامج تبقى فاتحه بيبقى له
في الشريط اللي تحت في الكمبيوتر بيبقى موجود، تيجي على علامة برنامج الدلتا على المثلث بتاعه وتقف بس، مش هتضغط على حاجة، هتظهر لك الجنب اللي هو كان فيه الرسالة اللي انت كنت مسيفها تحت. روح للرسالة دي هكبرها لك، هتلاقيها مليانة كلام كتير كده انت ولا بتقراها ولا فارق معاك اصلا، تمام. وهتلاقي بس فوق هنا كده فايل واوبشنز، هتيجي على اوبشنز وتضغط وتنزل من اوبشنز لاول اختيار عندك بريفرنس، تمام. يبقى نرجع مرة تانية، بتيجي البرنامج الدلتا بتختار النافذة الصغيرة دي، والنافذة الصغيرة دي هتفتحها هتلاقي حاجة اسمها فوق خط كده، تمام، هتلاقي فيه فايل ومش عارف ايه، هتختار منه اوبشن، هتختار من اوبشن بريفرنس. طيب من بريفرنس هيفتح لك قائمة تانية، هتختار من بريفرنس جيومتري. طيب لما اخترت جيومتري هكبرها لك عشان تشوفها كده، البرنامج ساب لك التحكم في الاجزاء الداخليه والجزء الداخلي بتاعه، يعني اللي هو الداتا بتاعت البرنامج ذات نفسها اصبحت تتحكم فيها. ركز بقى انت بتغير في ايه عشان بس هنا التغيير بحساب. هتيجي نازل لتحت لحد النص كده ولا حاجه، هتلاقي حاجه اسمها مكتوب ميجر فونت سايز، هتغير الفونت سايز خليه مثلا 26 او كان 16، وهترجع تنزل برده لتحت بسرعه الرولر فونت سايز اللي هي المسطره اللي انت بتشتغل عليها، تمام، هتختارها وتخليها برده 26 لو انت يعني زي ما انت حابب. طيب خلصت كده تمام، مفيش اي مشكله، اقفل بقى. طيب انا هسيف من فين؟ ما تسيفش، انت الحاجه اللي بتغيرها وبتسيبها البرنامج مسيف، اقفل واقفل. دي كمان لازم تقفل البرنامج خالص، تمام، عشان لما تفتح يفتح بالشغل اللي انت سيفته، تمام. ادي نفتح الشيت مره ثانيه، ركز الخط هيبقى بحجم قد ايه، الخط هيبقى حجمه كويس جدا كمان، ماشي. ادي الخط ما شاء الله بقى حاجه منوره جدا اهو، الخط بقى كبير جدا. لو خدت منه بقى الكليب بورد، يلا فايل برينت كليب بورد، انا بكرر الحاجه اكتر من عشان تشوفها، لاندسكيب هي مكتوبه خلاص مفيش مشكله، وادي هنا اخليها A4 واعمل لها اوكي، خلاص راحت للكليب بورد. اروح اقابلها معانا هناك في اللي هو في الوورد، اضغط عليها اهي، الارقام ظهرت شويه وبقت اوضح. تعال برضو على الصوره عشان واحد يقول لي لا انت كنت عاملها ابيض واسود فما كانتش ظاهره زي دلوقتي، اهو بالابيض والاسود برضو الصوره واضحه جدا، صورة كويسة جدا. اوعى اوعى عقلك يخيل لك او الشيطان يسرح بيك يخليك تظبط الصورة دي فوتوشوب، الصورة دي كبيرة جدا، اوعى لو حاولت تعمل فيها اي حاجة فوتوشوب هتتكشف، هتتكشف وهتبقى مصيبة. يعني انا بحذر اي حد يحاول يلعب في صورة او في اي شيت ان مقار ببرنامج فوتوشوب او برنامج تعديل صور، اي صورة بيتلعب فيها بتتعرف دلوقتي. يعني انت المجلات اللي بتبعت لها او اي حد بتبعت له الحاجات دي هو مش اهبل، المجلات دي عندها قدرات تكنولوجيه وفاسيلتي كتيره جدا، تعرف اصلا انت مش اول حد تجرب الحاجات دي ولا اول حد يجي في دماغه الكلام ده. فيا ريت بلاش انت الحاجه كده، الشيت كده ممتاز، الشيت كده يدرس، انت 10 على 10 والدنيا جميله جدا. طيب ايه اللي فاضل لي؟ انت كده علمتني الطريقه المانوال وما قلتليش على الطريقه السهله، تمام، ايوه كويس انك انت فاكر حق. طيب بص يا باشا، عشان انا لو قعدت اعدل لك ده هتقول لي لا الشيت ده متسيف ومحطوط فيه كل الداتا، هنقفل، هنقفل البرنامج خالص عشان تتأكد ان انا بدأت من الصفر، وهفتح لك اول شيت فتحناه اهو اللي هو الشيت اللي بدون رقم، تمام. طيب اهو فتح زي ما قلنا احنا بنفتحه ازاي، بنفتح بنختار اللي هو البيكات الصغيرة دي بنضغط عليهم بيفتحوا في نافذة تانية، بنكبر، ادي الشيت بتاعنا. كل اللي انا هعمله هاخد تكبيرة من الصفر لل 12 خلاص كده، تمام جدا. طيب انت وعدتني ان انت عايز تعمل لي الانتجريشن والكيميكال شيفت في ضربه واحده، ده انا هعلمك تعمل الانتجريشن لوحده والكيميكال شيفت لوحده اوتوماتيك، وعلمك تعمل الانتجريشن والكيميكال شيفت في مره واحده، يلا. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ عايزين نجيب الكيميكال شيفت، عايزين نحدد مكان كل بيك من دول. طيب البرنامج لو عملت انت مباشره واشتغلت بيه هياخد اي تعرج في البيز لاين يعتبر ويك، اي منطقه فيها اي ارتفاع صغير هو ما يعرفهاش بيك من نويز، فانت لازم تعرفه. بتعرفه ازاي؟ بتعرفه الثريشولد او الحد الحرج اللي تحت منه اي بيكه تحت منه تعتبر نويز. بتختارها من فين؟ اهو بتيجي سايب سابع واحده من على ايدك الشمال، ادي 4 5 6 7، اختار اللي هي العلامه دي، هتيجي عامل ايه وجاي على الخط اي حته في اي حته فاضيه هنا، ماشي، تيجي هو عامل سهمين تسحب لفوق شويه فوق اعلى واحده من النويز، وبرده الخط اللي في النص تسحبه شويه بس ثانية كده، اعتقد ان كده تمام. بقى كده كل البيكس اللي عندي فوق مستوى النويز، يعني البيكات اللي انا مهتم بيها
البيكات اللي انا بتهمني فوق المستوى بتاع النويز، تمام؟ طيب كل اللي انا عايز اعمله اعمل ايه؟ انت عايز تجيب الكيميكال شيفت، عادي جدا بتضغط على العلامه اللي هي عامله زي النشان دي، اضغط عليها. كل البيكات اتحددت في وقت واحد، كل البيكات اتعملت في وقت واحد ولا في اي مشكله. كل اللي انت عايز تشيله، عايز تشيل مين بقى دول؟ تشيل بتوع اللي هو السولفنت الدمسو، تعمل لها ديليت، وتحدد بتاعه الميه وتعمل لها ديليت. في اي مشكله تانية؟ لا، ده كل البيكات ممتازه وبشكل بيرفكت، وليك انك انت لو مش متاكد ان هم دول معمولين ممتازين، تمام؟ خد لي دي سكرينه من الفيديو وارجع للتانيه اللي عملناها في الاخر خالص من بدري بعد 10 دقايق من الشغل، شوف احنا عملناها في قد ايه. دي عملناها في ضغطه زرار واحد. طيب تمام، بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل الانتجريشن. وانت زي ما هو كده الشيت الحلو بتاعك ده، اضغط على علامه الانتجريشن اللي قلت لك من بدري سيبها، كنا بنشتغل بالانتجريشن دي، المره هنشتغل بالانتجريشن ده. بص كده هو عمل الانتجريشن، اللهم الا بس في شويه مشاكل، يعني في حاجات بتبقى تمام وحاجات بيبقى فيها مشاكل. طبعا هنشيل الانتجريشن من على مين؟ دي هنيجي بالانتجريشن ده، هنشيل من هما بتوع السولفنت وبتاع الميه، وفي بيبقى فيه شويه مشاكل في بعض البيكات لازم ترجع تظبطهم، يعني انت لازم تظبطهم مانيوال، ماشي؟ زي مثلا دي في ساعات بيغلط وبياخد البيكه لما بيبقى نهايه وبدايه البيكات مش مظبوطه. بص دي مثلا مش ظابطها خالص، هننزلها لتحت تمام، ونسحبها شويه لبره تمام اهو، يعني اعتقد ان دي معقوله ما فيهاش مشكله، كل ده ما فيش مشكله خالص. البيكه دي هما فاصلهم عن بعض، عايز تخليهم مع بعض براحتك، يعني هو مش مشكله كبيره برضو اهو، من الدل الدول، وناخد برضو من البدايه للنهايه كده، ماشي؟ لنهايه اللي هي البيكه دي كده ما فيش اي مشكله. وبترجع تعمل برضو نفس الكلام اللي عملناه، بتختار واحده منهم او دي او دي، هتختار مثلا دي حتى دي بواحد عادي مفيش مشكلة، هو عاملها حتى مظبوط. كوانتيتيف ان ام ار، تيجي بس تحدد الاول اللي هي البيك، تحددها بالانتجريشن، وتيجي على الشريط اللي تحت اللي هو عند الكيو ان ام ار، وتضغط واحد انتر. هترجع مرة تانية، فسرت الشيت بالكامل في ضربة واحدة اهو، واحد اتنين اتنين اتنين، 77 دول يعتبروا تلاتة، واحد دي 10 وشوية دول محتاجين يتظبطوا، مفيش اي مشكلة، يعني احنا دول محتاجين نظبطهم. طيب تعالى بس كده، دول 9 مش، لأن هو يعني بياخد إلى حد ما، البرنامج بيبقى برضو مش مظبوط قوي في الحتة دي، احنا كنا ساحبين لبداية ايه كبيرة شوية، وبرضو تحريكة البيز لاين دي بتبقى مش مظبوط، ارفع لحد ما تبقى في البيز لاين الصح، تمام؟ لحد ما يبقى هم كلهم بنفس التساوي، وتبقى اللي هو كده تقريبا هم 9 بروتون اللي احنا بنشتغل بيهم كل مرة. فكده برضو واحد اتنين اتنين، وادي دول 3، كده دول 18 بروتون بتوع كل مرة، فسرت الشيت كله في اقل من 3 دقايق. طيب عايزك تخليك اسرع وايدك اسرع، وانك انت تعتمد على خصائص تانية في البرنامج، نقفل البرنامج مرة تانية واعلمك تعمل الانتجريشن والكيميكال شيفت في ضربة زرار واحد. يلا بينا نقفل البرنامج خالص، عشان تقول لي ما تخدعنيش، انا عارفك هتقول لي لا انت بتضحك عليا، انت بتعلمني الحاجات السهلة والبرنامج مرضاش يشتغل معايا. اهو نفتح الشيت من الاول تاني، وبرضو هوريك تعمل كل حاجة بمرة واحدة. برضو قلنا من العلامة دي بنكبر اهو، ده البرنامج، بناخد بقى اللي هو الزوم، بنعمل زوم، انت اول ما تفتحه دايما بيبقى محدد الزوم غالبا، يعني حضر قاعد تكبره، وصلت من 0 الى 12. كل اللي انت عايز تعمله بس الاول، زي ما قلت لك لما تشتغل الحاجات اللي هي السيستم لما يبقى في جوه البرنامج، بتحدد له النويز بس انت، فبتسحب للبيز لاين ده شويه اهو، تعالى كده واسحب اسحب اسحب لحد ما الخط يعدي، دي يعدي قمه البيكه الصغيره اللي هي اعلى نويز عندي اهو، بس كده خلاص، كده الدنيا تمام مفيش مشكله. كل اللي مطلوب من سيادتك دلوقتي، عايز مثلا واحد يقول لي لا طب بص انا مش عايز اسحب اللي هو علامه النويز دي خالص، وعايز اسيبه خالص، عادي مفيش مشكله. واضغط على مين بقى المره دي؟ اهم حاجه بس احنا عايزين نتعلم حاجه جديده دلوقتي، هنضغط على الاثنين مع بعض، بيجيب الكيميكال شيفت والانتجريشن، دول هم اللي هم ايه، الديجيتال انتجريتور، تمام؟ الديجيتال انتجريتور ده عباره عن سيستم امبيدد جوه البرنامج، بيسمح لك انت تعمل انتجريشن بشكل اوتوماتيك، تمام؟ فبيجيب اللي هو الكيميكال شيفت، بيجيب الانتجريشن في ضربه واحده. يلا بينا، عمل لك بقى ايه كل البيكات بتاعتك، بس كل ما في الموضوع ان هو اظهر لك بعض المشاكل بسبب ان انت ما رضيتش تحدد له مين
ترفع له الكيميكال شيفت او ترفع له البيز لاين اللي هو فيه مين؟ فيه البيك بتاعتك اللي انت عايزها والبيك التانية اللي انت مش عايزها، تمام؟ فدي بيبقى فيه نويز احنا مش عايزينه، تمام؟ اهو فيه نويز هنا احنا مش عايزينها. تبدأ بقى تدلت بايدك مفيش مشكلة، اهو بيقول لي دي في ثريشولد، نزين يعني نشيل دي، ماشي، ودي مش عايزينها، ودي عشان المية، تمام، دي واحدة ودي هنشيلها، ماشي، غالبا دول بتوعنا. هنيجي برضو للانتجريشن، نشيل الانتجريشن الحاجات الصغيرة اللي ملهاش لازمة. يعني انت كل اللي انت مطلوب منك دلوقتي انك انت تظبط ورا البرنامج بعد ما بيخلص لحد ما مفيش مشكلة. كل اللي انت هتعمله برضو اللي قلت لك اللي فيها المشكلة بتظبطها برضو نفس التظبيطة اللي من بدري، انك انت بتيجي مقصقص دي، تمام. بس تعال نشيل اللي قبلها ونشيل دي كمان، تمام، دي لحد ما مظبوطة. هنسحب دي برضو كده وهنعمل دي بتسعة بروتون، دي بتسعة يعني دي بتلاتة وتسعين تعتبر بواحد برضو مفيش مشكلة. لو رجعنا للتانيين كده اهو برضو بواحد، باتنين اتنين الى حد ما مفيش مشكلة، دي بواحد بس دول برضو بناخد الاتنين مع بعض عشان ايه دول اصلا برود بيك وماشيين مع بعض من الاول لان هم فيهم شوية اوفرلاب لان البرود بتبقى داخلة تحت التانية. فاحنا هناخد برضو من هنا لهنا، تمام، وهنسحب برضو البداية بتاعتها شوية كده. فكده في دقيقة بالظبط عملت الشيت بتاعك بالكامل. يبقى انا علمتك في الاول الطريقة المانيوال، علمتك الطريقة اللي هو كل الناس بتكرهها بس هي بطيئة ولكن بتطلع نتائج كويسة، وعلمتك الطريقة الاوتوماتيك ان انت تجيب الكيميكال شيفت مرة واحدة كله، وعلمتك طريقة تجيب الانتجريشن بس مرة واحدة، ووريتك الطريقة اللي تجيب الانتجريشن والكيميكال شيفت كله في وقت واحد بضغطة زرار واحدة. لو حد عنده اي مشكلة في اي شيت يكلمني، لو حد عايز شيت يتدرب عليه يقول لي برضه مفيش مشكلة، هو مش موضوع يعني، بس هو كل الموضوع ان انت محتاج تتدرب ايدك تاخد على البرنامج. حاجة أخيرة، يا ريت تشتغل بماوس ما تشتغلش بالتاتش باد عشان هيتعبك شوية في الشغل. كده خلاص زي ما قلت لك ما تنساش حتة ان انت بتسيف كل مثلا 10 دقايق ربع ساعة عشان هو بيقفل بعد الربع ساعة. البرنامج سهل جدا، البرنامج أكتر من رائع. أتمنى من الله تكون استفدته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.